ابتدت الرحلة والتحدي بإنشاء السحابة الحكومية، واستطعنا ولله الحمد دمج أكثر من 170 مركز بيانات حكومي، تم إغلاقها بالكامل وتوحيدها في مركز المعلومات الوطني. تقديم الخدمات بشكل إلكتروني هو يمكن أفضل وسائل مكافحة الفساد، انك يعني لانه الفساد احيانا قد ما يكون مالي، قد يكون والله انا اعرف واحد بمشي له المعامله هذه وهي مهمه مستوي فيها الشروط. فكان في رغبه جامحه من المسؤولين، وصلت احيانا الى حد تغيير مسؤولين في احد القطاعات لانه قاوم التغيير، قاوم التحول الرقمي. فبعد فتره لاحظ المسؤولين في الوزاره انه هذا الشخص لن يقود التغيير والتحول الرقمي، فغيره جابوا واحد ثاني. متابعة سمو ولي العهد وأيضا تغيير نمط العمل الحكومي، وأنا أقولها بطريقة أيضا سهلة وواضحة، العمل الحكومي كان سابقا يعتمد الروتين، وزارة تتعاون مع وزارة أخرى في سبيل تحقيق مصلحة مواطن لابد من مكاتبات وجلسات. الآن أجتمع أنا كوزير عدل مع وزير التجارة في ربع ساعة ننهي هذا الموضوع تماما، وهذا سنة سنها ولي العهد حفظه الله من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. فكانت كثير من العقبات اللي لها سنوات بين الوزارات انتهت، وأيضا عدد من الأمور التقليدية والأمور التي يفترضها الوزير من متممات عمله كوزير أو كوكيل وزارة انتهت، فأصبح لدينا نتيجة نسعى إليها ومؤشر واضح، وكان حريص على الإنجاز في وقت قياسي. حتى أذكر بعض الملفات اللي نظر فيها بعد ما أصبح رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية، وجد ملفات قديمة شوي، فحاول يعجل فيها وكلم الأشخاص المسؤولين بعينهم، هذا متأخر وهذا متأخر وهذا متأخر، ولله الحمد مشت الآن. ترى كثير من الأمور ما تأخذ وقت مثل أول، مشاريع كثيرة تنجز في وقت قياسي.